السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكملوا على الموديول ديالنا، ونحن دابا في درنا working with files and file permissions. دابا رحنا في البارتي ديال file system tree. في file system tree كنا شفنا الـ FHS ولا الـ file hierarchical standard، file system hierarchical standard ديال Linux. دابا غادي نشوفوا الـ file system tree overview، يعني شنو هما الفايلز، كيفاش داروا باش قسموها، يعني هادشي كامل غادي نهضروا عليه شويه theory. هنا قال لك files are static and dynamic and are referenced using absolute and relative path names. فهي كيكون عندها اما path absolute ولا absolute ولا relative. نشوفوا الفرق بيناتهم in details في الفيديو اللي جايين. Linux supports several different types of files and their type were based on type of data they store، يعني على حسب الداتا اللي كيكون فيها. هنا دير number of management operations that can be performed on files and directory، يعني هذه بالنسبه للمانجمنت. وهنا قال لك لينكس includes thousands of files and of each file has certain default attributes that can be viewed or modified. خلاصه عامه باش خصكم تعقلوا عليها، هي في لينكس كلشي فايل، كلشي فيشي، يعني اي حاجه فيشي. ديسك دير كيتقرا فيشي، يو اس بي كتدخلو كيتقرا فيشي، بارتيشن كتقرا تقرا فيشي، اي حاجه كتقرا فايل. يعني لينكس ما كيعرفش شي حاجه سميتها يو اس بي، هو كيعرف كيفاش كتدخل يو اس بي، كيعرفها فيشي، يعني اي حاجه فايل. هذه خصكم تعقلوا عليها. هذا علاش في كورس ديال لينكس اي حاجه كيركزوا بزاف على لي فايل، يعني كيفاش نخدموا بلي فايل بزاف، يعني بالفايل والفايل سيستم واي حاجه، يعني عقلوا على هذه الحاجه بزاف. يعني لينكس ايكال فيشي هذه ولا فايل. هنا نكملوا. لينكس يوز ذا هيراريكال، هاي هيراريكال ندير واحد، هاي يوز هيراريكال ديريكتوري ستراكشر وير ديريكتوريز مي بي كونتين باوت فايلز اند سب ديريكتوريز. حنا كنا شفنا في داك الشيما اللي دازت، يعني كنلقاو سلاش او تي سي شنو تحتو، سلاش ام ان تي شنو تحتو، سلاش فار شنو تحتو، هادو كاملين غنشوفوهم بوحدهم. سب ديريكتوري مي فورتر هولد مور فايلز اند سب ديريكتوريز، يعني كل وحده كتكون تحتها، يعني بحال هكا باطين هكا كتلقى باطا بحال هكا، عاوتاني هادي كتلقى تحتها عاوتاني شي حاجه، هادي عاوتاني كتلقى تحتها شي حاجه، وكنجيوها باطين بحال هكا بحال هيراريكا. هنا also referred to as shared directory is a directory located under a parent directory. هنا the root of the directory is represented by the forward slash، يعني slash هو شنو هو الروت، يعني فاش كنهضر هنا كيكون هو الروت، يعني فاش كيقول لك شنو في الويندوز كاين سيدو بوان، هنا كاين slash. And this is the point where the entire file system structure is ultimately connected، يعني كل شيء مكونكتي بهاد سلاش، يعني كل شيء مكونكتي بسلاش، يعني كل شيء كي بوانتي على سلاش. مزيان. هنا قال لك each directory has a parent directory and a child directory، هادي راه باينه، يعني اي directory اي دوسي كاين عندي عنده واحد الباغون ديالو وعنده واحد الشايلد ديالو. The root directory has no parent and the lowest level sub directory empty. الروت directory ما كيكونش عنده كاع الباغون ديالو. وهنا فاش كنا انستالينا ريد هات، اول فايل سيستم اللي كانوا تكريا شنو جوج، كاين سلاش وكاين بوت، هادو تكرياو باغ ديفو، كيتكرياو يعني درنا فاش درنا لانستالاسيون باغ ديفو ديال ريد هات ولا فيدورا ولا سنتويس، وكيعطينا كيتكريا هادو باغ ديفو، عاد كيعطينا لو دووا باش نقدروا نكريو دي بارتيسيون ولا دي فايل سيستم جدادين. هنا لا صحيح، هنا يعني شنو قلنا هادي بالنسبه للفايل سيستم تري. فايل سيستم تري كيفاش كينظموا، يعني لي بارون ديريكتوري، شايل ديريكتوري، روت ديريكتوري، هادشي كامل. الا جينا لهنا باش نمشيو شو السيرفر هكا بان تيرمينال،
باش تعرفوا الساب ديريكتوري وداك. يعني الا دخلنا دابا دخلنا سيدي ها سلاش دابا سلاش قلنا هو اللي كيبوينتي عليه كلشي هاك ودرنا اليس بحال هاك. شنو عندنا؟ عندنا بين، عندنا ديف. الا دخلنا سيدي ديف ودرنا اليس شنو غادي نلقاو تحت منو عاوتاني؟ نلقاو بزاف ديال ليسو ديريكتوري، يعني هذا الديريكتوري هذا بحال هذا. فين راه الشايل ديال، فين راه الباغون ديالو؟ هو هذا هو الديف. والديف فين راه الباغون ديالو؟ هو سلاش هي باط. هكا كتهبط التري، يعني هكا كتهبط لاغبو ريسونس. هادشي اللي كاين في هاد اللي كان في هاد الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا لي بارتي اللي جايين. والسلام عليكم.